الولايات المتحدة الأمريكية جديا التهديدات الإيرانية بأن طهران سوف ترد على عملية الاغتيال التي قامت بها إسرائيل في دمشق، وجزء من الخشية هو ليس فقط أن تقصف إيران مواقع إسرائيلية أو الأراضي الإسرائيلية، بل أيضا أن تستهدف إيران القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط أو المصالح الأمريكية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. لكن في هذا السياق هذه نقطة لافتة ما تشير إليها بيير، أعذرني، تهديدات واضحة. هل تسمعني؟ أعذرني، ما أشرت إليه نقطة لافتة، وهو أن واشنطن لا تستبعد أن يشمل الرد الإيراني أيضا مصالح وقواعد أمريكية. أليس هنالك تفاهم كان قبل مع الضربة الأولى بأنها تلقت ضمانات أن طهران لن تمس أي شيء من القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، نتحدث عن سوريا والعراق؟ أعتقد أنه نستطيع فصل الحدث الأول عن الحدث الذي نحن بصدده. الأمريكيون خلال الأيام الماضية والساعات الماضية يعتبرون أن إيران من الممكن أن تشن هجمات بما يشمل المصالح والقوات الأمريكية، وبالتالي ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية هي أنها أوصلت إلى إيران بشكل واضح وعلني، أولا على لسان الرئيس الأمريكي، على لسان وزير الدفاع، على لسان وزير الخارجية، على أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب إسرائيل وأنها قادرة على صد هذه الهجمات. الموضوع الثاني المهم أيضا هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمدت إيصال رسائل إلى إيران عن طريق أطراف قريبين لإيران، وعادة ما يقومون بنقل الرسائل إلى الإيرانيين، ونستطيع القول هنا أنه عادة ما تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى عمان وأيضا إلى قطر، وتستطيع أيضا أن ترسل هذه الرسائل عن طريق السفارة السويسرية المكلفة برعاية المصالح الأمريكية. وبالتالي الموقف الأمريكي واضح لهذه الجهة، ولكن ما ليس واضحا حتى الآن ولا يتحدث عنه الأمريكيون بشكل عام هو ما هي القدرات الموجودة لدى الأمريكيين والتي على إيران أن تأخذها بعين الاعتبار. يجب القول أن هناك قوات محشودة للأمريكيين في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، هناك قوات أمريكية موجودة في منطقة شرق المتوسط، هناك قوات أمريكية منتشرة في منطقة الخليج العربي، هناك حماية أيضا للقوات الأمريكية المنتشرة في سوريا أكان في شمال شرق سوريا والتنف أو القواعد العراقية حيث ينتشر الأمريكيون إلى جانب العراقيين، وبالتالي هناك أولا قدرات دفاعية جيدة بالنسبة للأمريكيين لو تعرضوا هم للهجمات، وهناك أيضا ربط للشبكات التي تعمل من ضمن القيادة المركزية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي الإيرانيون يحسبون الآن حجم القدرات الموجودة لدى الأطراف الذين يعملون من ضمن القيادة المركزية وليس فقط التهديد الذي يتحدث عنه الإيرانيون. نعم، وبالتالي وفق هذه المعطيات عطفا عليها التي ذكرت، هذا يعني أن العنوان الأبرز لزيارة إريك كوريلا لتل أبيب هي هذا الموضوع أم لا؟ هي ممرجة مسبقا ويمكن أن تشمل مواضيع أخرى بما فيها عملية رفح وغيرها من التطورات في قطاع غزة. ذهب كوريلا إلى إسرائيل للتحدث عن إمكانية شن ضربة إيرانية وما يمكن أن تكون عليه الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية وباقي القوى المنضوية من ضمن القيادة المركزية، وأيضا يريد الأمريكيون التأكد من أن قواتهم ومصالحهم وأيضا إسرائيل محمية من الهجمات الإيرانية. يجب الإشارة أيضا إلى أنه منذ 4 سنوات انضمت إسرائيل إلى منطقة القيادة المركزية، والقيادة المركزية خلال السنوات الماضية عملت بشكل كبير جدا على دمج القدرات الدفاعية لمنطقة القيادة المركزية بما فيه القدرات الإسرائيلية، وهناك عملية تنسيق واسعة بين الأمريكيين وإسرائيل وباقي أعضاء القيادة المركزية في هذا الشأن. نعم بيير، سنشاهد إلى جانبك في الشاشة صور لأجواء إيران وهي تكاد تكون فيها حركة طيران معدومة. هذا يفرض تساؤل، يعني المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، مسألة تحذيرات شركة الطيران، هل حديث عن توقيت هذه الضربة أو توقع أمريكيا أنها وشيكة أو بعيدة؟
الشيء الوحيد الذي يقوله الأمريكيون، وقد تعمد مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية تسريب هذه المعلومات إلى الصحافة للقول أن الأمريكيين يأخذون بجد التهديد الإيراني. ثانيا أنهم مستعدون أيضا لهذا التهديد الإيراني. مسألة متى تشن إيران هجوم هو مسألة تعود إلى القرار الإيراني، ولا أعتقد أننا يجب أن نتحدث عنه. يجب أن نتحدث عن ماذا يفهم الإيرانيون من التهديدات الإسرائيلية وأيضا من المواقف الأمريكية. نعم.